السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن فوائد قوالب اللحس للأغنام والماعز وحتى المواشي وأهميتها لكل مربي، خاصة الناس اللي هي بتعتمد على راعي حيواناتها أو الناس اللي هي بتعتمد في العلف بتاعها على أنواع معينة من المواد الملأة، زي الناس اللي بتأكل دريس بس طول على فترات طويلة، أو تبني مثلا فاصوليا أو عرش سوداني أو ما إلى ذلك، يعني بيعتمد على نوع أو نوعين فقط من الغذاء، وبالتالي فالحيوان عنده بيكون عنده نقص في بعض العناصر، والنقص في بعض العناصر دي بتأثر على امتصاص عناصر أخرى، وبالتالي الحيوان بيحصل عنده مشاكل كتير جدا. طبعا في الرعي الطبيعي الحيوان بياخد العناصر دي من النباتات المختلفة ومن تنوع الغطاء النباتي اللي قدامه، لكن لو المراعي فقيرة وبتحتوي على نوع أو نوعين برضو من النباتات، وبالتالي الحيوان برضو بيحصل عنده نقص في العناصر دي، فيفضل يكون المراح في بعض قوالب اللحس، وهي رخيصة الثمن مش غالية يعني أوي، بحيث إن هو أي مربي يقدر يوفرها في المراح بتاعه. في البداية قبل ما أبين مكونات قوالب اللحس دي، أحب أعرف حضرتك إن الأملاح المعدنية مجموعتين، في أملاح معدنية أساسية الحيوان بيعتمد عليها اعتماد كبير جدا، وبيدخل جزء كبير منها في تكوين جسم الحيوان، وبالتالي فهي لا غنى عنها بالنسبة للحيوان، ونقصها بيسبب له مشاكل كتير جدا، زي الكالسيوم والصوديوم والفوسفور. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن نقص الكالسيوم والفوسفور، وبينا ازاي اضرارهم بتكون كبيرة، وازاي احنا بنقل حيوان، وازاي برضو بنعالج الحيوان اللي يحصل عنده مشاكل في حاجه زي كده. ومن العناصر الاساسيه برضو الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. وفي املاح معدنيه نادره او غير اساسيه، دي الحيوان بيحتاج منها كميات بسيطه جدا بتصل الى جزء من المليون في العلاقه، ويعني ممكن يكون الالف طن بيحتاجوا كيلو واحد فقط من العناصر ديت، ولكن نقص العناصر ديت في جسم الحيوان بيسبب مشاكل كبيره جدا، زي مثلا نقص النحاس ده بيسبب تشنجات وامراض عصبيه للحيوان، وبيسبب مشاكل في الصوفه، وليه مشاكل كتير جدا. نقص السيلينيوم بيسبب مشاكل في المواليد، نقص الكالسيوم اتكلمنا عنه، نقص يعني في حاجات كتير، نقص النيسكل والقصدير. العناصر دي زي الحديد والزنك والنحاس واليود والسيلينيوم والنيكل والقصدير واملاح اخرى كتير، ودي الحيوان زي ما قلنا بيحتاجها بنسب لا تذكر، ولكن لها اضرار كتير جدا لو نقصت في جسم الحيوان. وطبعا توفرها ووجودها بالنسبة للحيوان بيحافظ على سلامة الحيوان، بيحافظ على تحويل الحيوان بشكل سريع، وبيدخل في تركيب البروتينات والدهون والفيتامينات، وليه يعني مميزات كبيرة جدا بالنسبة للخصوبة، وبالنسبة لصحة المواليد، وبالنسبة لإضرار الحليب، يعني بتدخل في كل حاجة حيوية بالنسبة للحيوان. أسباب نقص العناصر دي زي ما قلنا في الأول، إن أول حاجة إنك بتقدم عليقة غير كافية أو لا تحتوي على كل العناصر ديت، وبالتالي فالحيوان بيبدأ يشتكي أو بيحصل عنده نقص في العناصر ديت، وممكن يكون الحيوان حيوان راعي والمراعي فقيرة، وبالتالي بيعتمد على نبات أو اتنين، النبات أو اتنين دول بيكون بيتميزوا بعناصر معينة، وبالتالي بقية العناصر بيحصل فيها مشاكل أو عجز، أو الحيوان بيحتاج يعوض الفقد منهم بحيث إن هو يكون قدامه قالب لحس. وكذلك في فترة الولادة أو فترة الحمل الحيوان بيعوز كميات أكبر من العناصر ديت، وبالتالي فأنت لما بتحط له القوالب ديت الحيوان اللي محتاج بيروح يلحس، واللي مش محتاج ما بيلحس. وكذلك في فترات الإجهاد اللي هي فترات الإجهاد الحراري، يعني في فصل الصيف شديد الحرارة أو فصل الشتاء شديد البرودة، الحيوان بيلجأ لبعض العناصر اللي حصل عنده نقص فيها بسبب الإجهاد. يبقى إذن بسبب العليقة أو بسبب الحمل والولادة أو بسبب الإجهاد أيا كان السبب. طب قوالب اللحس دي بتحتوي على إيه؟ طبعا بتحتوي على كالسيوم وفوسفور، صوديوم وبوتاسيوم، بتحتوي برضو على حاجات تانية زي الكوبلت والسيلينيوم، يود، نحاس، حديد، زنك، منجنيز، يعني فيها تشكيلة
كويسه جدا للعناصر. لو انت بترعى غنم ممكن تعلقهم في المراح، او لو انت بتاكل انواع معينه، بتاكل برسيم بس طول السنه، او بتعلف برسيم حجازي طول السنه، او يعني عندك علف ما فيش تنوع، فيفضل ان انت تحط لهم قوالب اللحس دي. طبعا لو انت عندك حيوانات تسمين يفضل ان انت تحط بريميكس بيتحط على علف 3 كيلو لكل طن، مع الاضافات الاخرى اللي احنا عارفينها زي الكالسيوم وثنائي فوسفات الصوديوم والخميره ومضادات السموم والحاجات دي كلها بتضيفها. لكن لو ما بتعلفش يفضل ان انت تحط قوالب لحس، دي مهمه جدا ودي حل امثل بالنسبه للناس اللي هي ما بتقدرش، ما عندهاش طريقه ان هي تجيب بريميكس وتضيفه على علف، لان هو في غالب الاوقات بياكل تبن وكده، ومش هيستفاد ان هو مش هيلاقي طريقه ان هو يحط بها البيراميكس او الاضافات الثانيه. فقوالب اللحس موجوده، الحيوان اللي هو محتاج لها هتلاقي اكتر حيوان بيقبل على قوالب اللحس هي النعجه او المعز العشار والوالد، هتلاقيهم هم اكتر حاجات بيستهلكوا فيها. الحيوانات برضو اللي هي عاديه بتستهلك، ولكن مش زي العشر والوالد، لان هم بيكون عندهم جنين او كده بيتكون في البطن او لسه والده، وبالتالي بيكون عندها نقص في العناصر ديت. لو استمرت بالنقص ده بتلاقي عندها مشاكل فيما بعد بتظهر عليها. ده اللي عايز اوضحه لحضراتكم النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناه، لو مشترك تفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.